بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج أبناء الرافدين، وحلقة جديدة بعنوان الصيام بين الشريعة الإسلامية والإيمان المسيحي. لماذا لا يصوم المسيحيون كما يصوم المسلمون؟ فبالنسبة للإنسان المسلم فإن الصيام في شهر رمضان هو فريضة من الفرائض الخمسة، ويصوم المسلمون في هذا الشهر إلى الحصول على رضا الله وبركة ومغفرة الله، بينما يعتبر الصوم المسيحي طريقة يعلن من خلالها عن شبعهم النابع من معرفة الله والتقرب إلى الله وليس من الطعام. الصيام لا يضمن مكان للمسيحي في الجنة، ولكن يصوم المسيحيون لأسباب معينة تهدف إلى علاقة شخصية مع الله والتقرب إلى الله، ليظهروا كاكتفاءهم وشبعهم بالله كما هو مكتوب في لوقا 4:4، وليتواضعوا أمام الله كما فعل النبي دانيال، وليطلبوا عون الله. لكن لنرى اليوم معنا أحد أخوتنا في جسد المسيح، الأخ حيدر، وهو من خلفية إسلامية وآمن بالمسيح رب وسيد ومخلص. تفضل أخونا حيدر، شاركنا بالفكر اللي عندك من خلال الصيام في الإسلام. سلام المسيح لك قسيس بشار، سلام المسيح إلى كل الأخوة اللي يشاهدون البرنامج. الصيام في الإسلام ليست عادة جديدة أو طقوس جديدة أنه أتى بها الإسلام، هذه أمور قديمة، والدليل عندنا هواية من الطوائف ومن الثقافات ان كانوا يمارسون صيام هذا الشهر رمضان. النقطة الأولى عندنا اللي هي في كتاب ابن نديم الفهرستي صفحة 338، هناك طائفة من الصابة المندائية كانوا يعيشون في شمال العراق، كانوا يصومون شهر رمضان. والنقطة الثانية اللي عندنا اللي هي في نفس الكتاب مدينة حران والحرانيون كانوا يصومون بشهر رمضان، اللي هي طقوس يمارسونها في مدينة حران، كانت طقوس سين اللي هو إله القمر، عندما كان يختفي القمر كانوا يصومون بهذا الشهر اللي هو شهر رمضان، ومن كان يرجع القمر ينتهي الصيام عندهم ويفطرون، وكانوا يحتفلون ويسوون أمور تشبه العيد اللي مثل المسلمين عندهم بشهر رمضان. فهذه مو عادة جديدة أو ثقافة جديدة جابها الإسلام أو شيء جديد، هذا شيء موجود من قبل الإسلام، من يعني الثقافات كثيرة. إنه هذا الأمر كان موجود ما قبل الإسلام. نعم أخي العزيز، هذا الشيء موجود قبل الإسلام، وبعد ما أنت تكمل نقطتك اللي تتكلم عن الصيام في الإيمان المسيحي راح أتكلم لك على أمور مشابهة 90% نقدر نسميها للصيام في العقيدة الإسلامية. الصيام بالمسيحية مثل ما نقرأ في متى 6:16 يقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. يعني هنا لازم الصائم ما يبين إنه هو صايم لكي لا يستوفي أجر أمام الله. وفي عدد 17 يقول: وما أنتم فمتى صمتم فادهنوا رأسكم واغسلوا وجهكم. حتى شنو؟ لا يبين إنه أنت صائم بالمسيحية لكي لا تظهر للناس صائم، بل لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية. فهذا ما وصى به المسيح في متى 6. لكن السؤال اللي أحب أسألك يا أخونا حيدر، هل الصيام موجود في الإسلام أم مأخوذ من ثقافات أخرى أيضا؟
أخويا العزيز قسيس بشار، مثل ما قلت لك الصيام مو شيء جديد، إنه الإسلام جاب لنا شيء جديد. من نجي نقرأ القرآن راح نلقى كل الأمور والتشريعات والأمور اللي فيها القرآن مو شيء جديدة، مأخوذة من ثقافات أخرى وطلع لنا بهذا الكتاب. فمن تيجي تقرأ بين الصيام، بين صيام الحرانيين وصيام المسلمين، التشابه عندك النقطة الأولى، صيام الحرانيين شهر وصيام المسلمين إخواننا شهر أيضا. شهر. النقطة الثانية ارتباط القمر، القمر عندما يغيب في شهر رمضان، بداية شهر رمضان يغيب القمر، يصومون المسلمين كذلك الحرانيين يصومون، ولذلك الحرانيين كانوا يصومون من غياب القمر، لأن هذا الصيام معتمد على إله القمر، تعرف شلون أخوي العزيز. والنقطة الثالثة صوم شهر رمضان، الصوم في شهر رمضان عندهم كالحرانيين عندما قبل ما تظهر الشمس هم يبدون بالإمساك، بعدها من يصير الليل عندهم يبدأ الليل عندهم، مثل ما الآية تقول كلوا واشربوا حتى يبان لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض. فهذا نفس الشيء عندك بالحرانيين، الفطور عندهم قبل ما يظهر الشمس يمساك، بعد ما تغيب الشمس يفطرون يأكلون. عندك النقطة الرابعة يختمون الصيام بالذبح، ذبح الأغنام وذبح الضحايا، مثل ما عندك بالشريعة الإسلامية ختام شهر رمضان يبدون بالذبح. يعني نقدر نفتهم إنه عزيزي حيدر، نقدر نفتهم إنه بالإسلام الصيام هو شريعة نعم شريعة إسلامية، بس يقوم هاي بها الشريعة المسلم مأخوذة من ومأخوذة الثقافات، من ثقافات أخرى. ثقافات قديمة قبل الإسلام. نعم يعني مو فد شيء جديد اللي الإسلام جانب شيء جديد أو شيء الناس ما كانت تعرفه. لذلك عندما كان أي تشريع يجي، لو أي آية كانت تنزل، من كانوا يتكلمون يخاطبون محمد يقولوا له هذه أساطير الأولين، لأن كل الأمور اللي كان يجيبها أمور مو جديدة، أمور قديمة، مو أمور ما كانوا يعرفوها. نعم أخوي تفضل. يعني كانت مستعلنة عندهم ومجرد أنه أخذها وخلاها بالشريعة الإسلامية. نعم أخي، الشريعة الإسلامية عبارة عن شريعة مأخوذة من كثير من الثقافات وكثير من الكتب التاريخية وكثير من الكتب السماوية أيضا. نعم بهيك حالة نعرف انه الاسلام او الصيام بالاسلام صار فريضة مجبرين عليها بسبب انها شريعة وليست علاقة. بالمسيحية احنا عندنا الصيام هو علاقة، شركة مؤمنين مع الله. نعم لذلك يقوم المسيحي بهذا الأمر، شركة تقديس، أقدس نفسي، ممكن أصوم عن أفكاري، عن لساني، بالتكلم عن الآخرين أو عن كلام سيء في حق الآخرين، أو أجي أصوم عن الأمور اللي أنا أحبها أزيد من تقرب من الله. ممكن تكون أمور شخصية، نعم ممكن تكون هواية أنت تحبها، فالله يريدك تتقرب إلى أزيد من ما تتقرب لهذا الأمر. نعم أخوي العزيز، الصيام في شهر رمضان هذا الشيء إحنا عرفناه أنه مأخوذ من الثقافات الأخرى والثقافات الأخرى والوثنية أيضا، بس إحنا نجي نسأل نفسنا سؤال، هل الآية اللي تقول كلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل هذه الآية تتطبق في كل زمان وفي كل مكان؟ عندك أنت مثلا فنلندا، شمال فنلندا، شمال النرويج، شمال روسيا، هذه الدول اللي قريبة على القطب الشمالي، عندك أنت بيها بعد أسبوع من هذا اليوم ما بيها ليل، راح تبقى بس نهار، راح تبقى الشمس بيها ظاهرة، لأن المناخ بهذه الدول راح يتغير. فهناي نعرف إنه هذه الآية ما تتطبق بهذه الدول، فهناي نعرف ثقافة الصيام جتي من الدول اللي كان اللي الثقافات الأخرى اللي هي كانت في شبه الجزيرة العربية، تعرف شلون أخويا؟
إذا هذا الشهر في شهر رمضان وهاي المناطق ما يصير بيها لين، المسلم هنا شلون راح يصوم؟ هل من المعقول الله اللي رب القرآن اللي مثل ما مكتوب عنه أنه عالم الغيب والشهادة ما كان يعرف هذه الأمور؟ فهنا نعرف هذه الثقافة مأخوذة من شبه الجزيرة العربية فقط، وهذا الشيء ليس من الله. تعرف شلون أخوي العزيز؟ إذا كان من الله كان إحنا عرفنا أنه لماذا فقط في شهر رمضان تحديدا هذه المناطق يختلف بها المناخ وما يصير بها ليل. تعرف شلون أخوي العزيز؟ يعني عندك أنت مثل ما تقول ب 15 يوم 15 برمضان بعد هذه المناطق ما يصير بها ليل. فهل المعقول الله ما كان يعلم بهذا الشيء؟ الله اللي هو خلق السماء والأرض ما كان يعلم بهذا الشيء؟ زين، نفهم من خلال هذا الشيء، نفهم من خلال هذا الشيء انه لا يمكن تطبيق صيام وشريعة شهر رمضان في كل زمان وفي كل مكان، وذلك بسبب محدودية شروط شهر رمضان وطريقة الصيام في هذا الشهر. نعم أخي العزيز، وبدليل كثير من المسلمين بهذه الدول ما يصومون، ياخذون فتوى من المراجع، عندك من الطائفه الشيعيه ياخذون فتوى من مراجعهم، والسنيه ايضا ياخذون فتوى من مراجعهم وما يصومون بهذا البلد، وبحاله واحده يصومون انه يسافرون الدوله هي في شبه الجزيره العربيه. نطلب من اخواننا المسلمين انه نوصلهم فكره انه الله لا يتقبلك انت من الظاهر، من الخارج، من مظهرك الخارجي، الله يريد قلبك. الله يريد قلبك مثل ما افتهمنا في صحيح كلام رب المجد يسوع المسيح. الله يريد انت قلبك شنو، ما يريدك من الخارج انه تكون شخص مرائي او شخص تريد توضح للناس انه انت صايم. فنصلي لاخواننا المسلمين الرب يباركهم ويبارك حياتهم ويلمسهم بالروح القدس ويرفع هذه الغشاوة من عيونهم ويعرفون الطريق آمين الصحيح آمين. والكلمة الرب الحقيقية الحية الفعالة الإله الحقيقي الذي صلب وسفك دمه على الصليب من أجل آمين غفران خطايانا إحنا، ومات وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب ضابط الكل. الرب يبارك بيك قسيس، ونتمنى هاي الحلقة تكون سبب نعمة وخلاص للكثير من إخواننا المسلمين وكل شخص آمين باسم لم يسوع. يتعرف على رب المجد يسوع المسيح. آمين باسم يسوع. رب يباركك عزيزي حيدر. نحب أيضا نوصل رسالة أنه بالصيام لا يتم الدخول إلى الجنة، لكن الصيام هي أحد الطرق للعلاقة مع الله. نعم، ونحب نقول لإخواننا المسلمين إحنا نحبكم ونبارككم، لكن نصلي إلى الله أن يفتح عيونكم، لأن المسيح يسوع هو الخبز النازل من السماء، وهو الحق والحياة، وهو ماء الحياة أيضا، ومن يؤمن به فلا يعطش ولا يجوع. فتعالوا أخواننا الصائمين في الإسلام إلى يسوع المسيح الذي هو باب السماء. آمين. خلونا نصلي مع بعض من أجل بعضنا البعض، ونتحد ونطلب إرشاد من الله. عزيزي المسلم، أطلب من عندك الآن أن تطلب المسيح وتسأله أن يكون ملك ورب على حياتك وسيد، وهو الإله الحقيقي اللي يستحق أن تصوم من أجله وأن تعبده، لأن مكتوب كل ركبة ستجثو وكل لسان سيعترف باسم المسيح يسوع في هذا العالم. آمين. لأن لا أحد يستطيع أن ينكر عمل المسيح وخلاص المسيح في كل العالم، وكل الكتب تذكر من هو المسيح يسوع وما هو عمل المسيح يسوع، لكن احنا نؤمن في كتاب واحد الذي هو الكتاب المقدس الذي يشهد لإلهنا، ولا يوجد أي كتاب آخر يستحق أن يقرأ وأن يتقرب إلى الله به سوى الكتاب المقدس. دعونا نصلي. نعم يا رب، نشكرك يا رب من أجل هذا المساء، وأشكرك يا رب من أجل أخويا حيدر يا سيد. أنت تبارك يا رب وتملأ بالنعمة يا رب والروح القدس بامتلاء كامل ومستمر يا سيد، ويستمر في خدمتك يا إلهنا القدوس. وأصلي من أجل كل من يرى هذه الحلقة يا رب، تكون سبب بركة ونعمة له ولحياته ولأهل بيته. وأصلي يا رب إلى أخواننا المسلمين يا سيد، أن تلمس قلوبهم وأفكارهم وعقولهم
محتاجيك يا رب في هذا الأوقات، ونؤمن أنك تعمل عمل جديد، ونؤمن أن أخواننا من المسلمين من العراق والشرق الأوسط يأتيون بكثرة وغلبة لمجد اسمك القدوس، ويؤمنون بالمسيح يسوع المخلص الوحيد. آمين. آمين. سلام المسيح. أعزائي متابعي برنامج أبناء الرافدين، محبة الله الآب تكون معكم، ونعمة المسيح يسوع تغطيكم، والروح القدس يرشدكم إلى ساعة مجيء المسيح يسوع. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين.